بكل الرياضية. السؤال يقول: لاعب بحوزته رقم قياسي في عدد المشاركات في بطولة أوروبا للأمم لكرة القدم، من هو وكم هي مشاركاته؟ ريفالدو. ريفالدو. ريفالدو عمره ما شارك في بطولة أوروبا، هو برازيلي يا سيدي المحترم. واه، على بالك شكون هذا؟ على بالي. هو من ألمانيا يا سيدي. هتلر. واسمه؟ هتلر. هتلر عمره ما شارك في بطولة أوروبا للأمم.